Where do they work؟ أين هم يعملون؟ أين هم يعملون؟ وين يعملون؟ عندنا هذول الوظائف وين راح يشتغلون؟ عندنا jobs، jobs هنا الوظائف، where places of work أمكنة العمل، أمكنة العمل نشوفها هنا. طبعا بها ملف صوتي يا أعزائي، بس هنا نحاول نسهل الأمر ونحلكم إياه. عندنا الويتر، الويتر النادل، وين يشتغل النادل؟ النادل يشتغل بالريستورانت، إذا ويتر ريستورانت. اي تي بروجرامر، اي تي بروجرامر اوفيس، اوفيس بالمكتب. اوكي هنا يقول لي رقم، هنا نعطيها ارقام، يعني هذا مثلا وين الرقم، وين يشتغل هنا يعني هنا الويتر، هنا مو رقم واحد، وهنا الريستورنت هذا المطعم. اوكي المطعم هذا هنا، فنعطي رقم واحد على صاحبه. اوكي زين. انجينير مهندس، وين يشتغل المهندس؟ المهندس عندنا oil refinery، oil refinery مصفات نفط، oil refinery يعني كان يكون مهندس نفط أو غير شيء، oil refinery هذه هنا. زين عندنا housewife عندنا هاوس وايف، هاوس وايف، الهاوس وايف وين تشتغل؟ تشتغل بالهوم بالبيت، هاوس وايف ربة بيت، تشتغل وين؟ بالهوم بالبيت او المنزل. دكتور نيرس، دكتور نيرس الطبيب، نيرس ممرضة، وين يشتغلون؟ بالهوسبيتال، وايف يشتغلون بالهوسبيتال. زين عندنا فارمر، فارمر المزارع، وين يشتغل المزارع؟ بالفارم بالمزرعة. زين عندنا قلنا باص درايفر، باص درايفر يشتغل بالرودز بالطرق، باص درايفر سائق باص يشتغل بالطرق. اوكي بولدر، بولدر البناء، البناء البنا او الخلفه. بيلدينج سايت، بيلدينج سايت بموقع البناء. ليتس تشيك، خلي ندقق، خلي نشوف. عندنا الان تستعمل هنا، الان ويا من يستعمل، والاون ويا من يستعمل، والات ويا من يستعمل. الان استعمل ويا الهوسبيتال، ان في ان بمعنى في، والاون هنا هم يجي معنى في، والات بمعنى في ايضا نفس الشيء، لان هنا تتكلم انت عن المكان، المكان هنا ان هوسبيتال في مستشفى، ان ان اوفيس في مكتب او في دائره اوفيس، ان ريستورانت في مطعم، ان ان اويل ريفاينري في مصفات نفط، اون ذا رودز في الشوارع، اون ا بيلدينج سايت في موقع البناء، اون ا فارم في مزرعه، او ات هوم، ات هوم في المنزل. Look, listen and say، طبعا ايضا ملف صوتي، انظر استمع وقل. A farmer works on a farm، A farmer works on a farm، المزارع يعمل في مزرعة. A farmer works on a farm، In a hospital. Where does an IT programmer work؟ That's easy، يعني هاي شلون نتدرب على الاشياء للتدريب، انه مثلا الفارمر يشتغل بالفارم، المزارع يشتغل بالمزرعة، البردر يعني وكل واحد وين يشتغل. اوكي نتدرب عليه، يعني يصير تدريب بالصف هذا، شلون اللغة speaking تحدث. Where does a doctor، شفنا سؤال where does a doctor work، where does a doctor work، أين الطبيب يعمل، وين يعمل؟ بالهوسبيتال، in a hospital. شوف لاحظ السؤال، هذا يسأل وهاي جاوب وتسأل وهكذا. زين Where does an IT programmer work؟ Where does an IT programmer work؟ أين يعمل المبرمج؟ مبرمج التكنولوجيا المعلومات، وين يعمل؟ In an office I think، في المكتب أو الدائرة. Who works in an oil refinery؟ Who works in an oil refinery؟ من يعمل في مصفات النفط؟ An engineer طبعا وهكذا. Read and complete the sentences. اقرأ واكمل الجمل. اوكي My uncle is a waiter، he works in a big restaurant. عمي او خالي هو نادل، هو يعمل في مطعم كبير. My aunt is a nurse، my aunt is a nurse، she works in a big hospital
in Baghdad. My aunt is a nurse. She works in a big hospital in Baghdad. خالتي أو عمتي هي ممرضة هي تعمل في مستشفى كبير في بغداد. وسام's grandfather is a farmer. He works on a farm. جد وسام هو مزارع هو يعمل في مزرعة. Does your father work in an office? هل والدك يعمل في مكتب أو في دائرة؟ My cousin drives a bus. My cousin drives a bus. ابن عمي أو يسوق أو يقود حافلة bus. He works on a roads in Baghdad. هو يعمل في الطرق في بغداد. الطرق يعني يشتغل على الطريق. A housewife works at home. A housewife ربة البيت تعمل في المنزل. هذا التمرين انتهى مع حلول أعزائي. زين ننتقل أعزائي للصفحة الأخرى. هنا يقول لي words الكلمات تنتهي ب r وكو كلمات تنتهي ب or make the same sound كلها تنطي يعني نفس الصوت. listen and say draw a line استمع. طبعا ملف صوتي ما متوفر الملفات الصوتية. طبعا هنا لنقرأها doctor builder farmer driver teacher waiter IT programmer sister brother mother father. اوكي طيب نشوف هنا this person works in a hospital. هذا الشخص يشتغل وين بالمستشفى. هذا الشخص يعمل في in بمعنى في مستشفى. he's a doctor هو طبيب. this person works at home هذا الشخص يعمل في البيت. she's a housewife انها ربة بيت. This person works in the roads. هذا الشخص يعمل في الطرق. He's a driver. أو a bus driver. عادي. He's a driver. This person works in an office. هذا الشخص يعمل في مكتب. Office تجي مكتب أو تجي دائرة. He is an IT programmer. He's an IT programmer. هو مبرمج تكنولوجيا المعلومات. Write your own sentences and the jobs. اكتب الجمل مالتك والوظائف. هاي انتفت نشاط انت عليك ان تكتب عز طالب ما يصير اني احلف كيا. ننتقل للصفحة الاخرى. listen read and write the job. استمع واقرأ واكتب الجملة. what's my job ما هي وظيفتي. I usually wear a white coat and use stethoscope. I look after patients. I work in a big building with lots of other people who do the same job and with lots of nurses too. I usually wear a white coat. أنا عادة أرتدي a coat المعطفا أبيضا and use stethoscope. هذا stethoscope هاي سماعة الأذن stethoscope. Okay. I look after patients. أنا look after بمعنى يعتني بي. أخذتوها بالخامس العام. صف الخامس ابتدائي. look after يعتني بي للطلاب الاذكياء اللي يذكروها. انا patients انا اعتني بي المرضى. I work in a big building انا اعمل في بناية كبيرة with lots of other people مع الكثير من الناس الاخرين. who الذين do يعملون أو يقومون the same job بالوظيفة نفسها and with lots of مع الكثير من nurses مع الكثير من الممرضات two هنا تجي بمعنى أيضا مو two تجي رقم two يعني اثنين لا two تجي بمعنى أيضا. من هو هذا الشخص. what's my job ما هي وظيفتي. من هو هذا دكتور طبيب. number two I usually wear a hard hat. These hats are usually yellow. My work is hard and must be strong. I need lots of tools for this job. I usually wear a hard hat. These hats are usually yellow. My work is hard and I must be strong. I need lots of tools for this job. أنا عادة أرتدي قبعة صلبة. hard قبعة صلبة. these hats هذه القبعات are usually تكون عادة yellow صفراء. my work is hard عملي صعب.
هارد هنا هنا تجي صلب. شوف هنا جت بمعنى صلب هارد، وهنا جت صعب حسب الكلمة، تجي حسب الجملة. مو شرط يجي طالب يقول لي هاي ليش وهاي ليش، لا حسب الجملة، الجملة هي اللي تبين لك المعنى. ما أقدر أقول my work is hard، عملي صلب، هو صعب. And I must be strong، وأنا يجب علي أن أكون strong قويا. I need lots of tools، أنا أحتاج الكثير من الأدوات. For this job، لهذه الوظيفة. من هو هذا؟ builder، بناء. I usually work outside. I like both sunny and rainy weather. I drive a tractor and use it for working in the fields to grow things. I also have animals. My animals are cows, sheep and hens. من هو هذا الفارمر المزارع؟ يقول I usually أنا عادة work outside، أعمل في الخارج. I like both sunny and rainy weather، أنا أحب كل من weather الطقس السني المشمس والريني الممطر. خدتوها طبعا بالطقس باليونت الثامن أو السابع، حسب السابع أعتقد أو السادس العام، الطقس بالفصول. I drive a tractor، أنا أقود تراكتر، هاي التراكتر أوكي. أنا أقود التراكتر، أسوق التراكتر. and use it، واستخدمها for working، للعمل. in the fields، في الحقول. to grow، لزراعة things، الأشياء، حتى أزرع الأشياء. I also have animals، أنا كذلك أمتلك حيوانات. my animals، حيواناتي، are cows، هي الأبقار، sheep، الأغنام، and hens، ودجاج، hens، دجاج. من هو هذا؟ farmer، المزارع. زين. أربعة. I work in a place where there are lots of people talking, eating and drinking. أنا أعمل في مكان حيث يوجد هنالك الكثير من الناس talking يتحدثون، مو تقريبيها talking، لا talking يتحدثون، eating يأكلون، and drinking يشربون. I carry food and drinks on trays. أنا أحمل الطعام والشراب on trays. trays على الصينيات، trays صينية، هاي تشوفها بالصورة ولو مو واضحة، هاي ايد وهاي صينية على الصيانة، خليها يعني اجيب الاكل والشرب بالصيانة to the tables، على المناضد اللي موجودة. I clean the tables، انا انظف المناضد to ايضا. and then، ومن ثم I set them with knives، ثم ارتبها مع knives، السكاكين forks، الشوكات spoons، الملاعق، and نابكنز، وشنو هاي نابكنز؟ المناديل، نابكنز هاي المناديل للتنظيف. for the next customers، لي نظفها، شنو لي الكاستمرز؟ الزبائن القادمين، الزبائن اللي راح يجون بعدين. من هو هذا؟ الويتر، اللي هو شنو؟ هو النادل او الكارسون اللي يعمل في المطعم. work with a partner، اعمل مع زميل. ask and answer، اسأل واجيب. number one، what's my job، ما هي وظيفتي. you are on، يعني مثل الحزورات، شلون انت تسويها، شلون هذه عندنا، هذه مثلا واحد يقول مثلا وظيفتي فلان شيء، شنو اني مثلا، ينطي مفردات، ينطي جمل عن مثلا هنا عندنا الدكتور، هنا عندنا الكذا، ينطي غيرهن او ينطي نفسهن، يعني هنا الفارمر، الويتر، البلدر، الدكتور الى اخره، ينطي ايضا وظائف اخرى مثل الهاوس وايف، مثل الانجينير، ويطلب من الزميل الاخر مثلا يقول له انت فلان شيء وهكذا.